في الصورة، المغربي إبراهيم سعدون طالب كان يدرس في أوكرانيا، وعندما شنت روسيا الحرب على هذا البلد قرر الانضمام إلى من تعتبرهم كييف متطوعين وتعتبرهم موسكو مرتزقة لأجل مواجهة القوات الروسية والانفصاليين. الطالب الآن تم أسره وقد يواجه عقوبة الإعدام بعدما أكدت محكمة في منطقة دونيتسك الأوكرانية الموالية لروسيا أنه مذنب وأنه شارك في الحرب ضد القوات الروسية والانفصاليين. خبر محاكمته مؤكد ونقلته وكالة أنباء روسيا كما نقلته رويترز وبي بي سي وغيرها. أكيد أن إبراهيم سعدون أخطأ عندما شارك في الحرب، لكنه الآن يواجه مصير الموت. أسرته القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا رفقة شابين بريطانيين، رغم أن المغرب لم يتخذ إجراءات ضد روسيا إلا أن الانفصاليين في شرق أوكرانيا يريدون تحويل الشاب المغربي والشابين البريطانيين إلى عبرة لأي أجنبي يريد القتال إلى جانب الأوكرانيين. أسرة البريطانيين تضغطان من أجل أن يتم محاكمة ابنهما في إطار قانون أسر الحرب، وذلك بأن توفر لهم الحماية. وهناك تصريحات من المسؤول البريطاني أن هناك متابعة للموضوع. على المغرب على الأقل أن يدفع كذلك نحو هذا الأمر وإنقاذ ابنه. كلمة مرتزق التي لا تضمن لصاحبها حماية كبيرة لا تنطبق بالضرورة على إبراهيم سعدون، خاصة إذا أكد وتبين أنه لم يتلقى أي أموال شخصية لأجل القتال، كما أنه لم يسافر إلى أوكرانيا بل كان موجودا هناك خلال اندلاع القتال، ولم يشارك في عمل مسلح يهدف إلى الإطاحة بحكومة ما أو تقوية السلامة الإقليمية لدولة ما حسب التعريف الموجود في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. هو شارك في الحرب لأجل الدفاع عن دولة تتعرض لهجوم وبقي في أراضي هذه الدولة المعترف بها أمميا ودوليا. طبعا هذا الكلام ليس دفاعا عنه وعن اختياره، هو مخطئ تماما ولا شأن له بهذه الحرب، كان عليه العودة كبقية المغاربة، بل يمكن حتى محاكمته في المغرب على هذا الخطأ، ولكن يجب أن يعود ويجب أن يتم الضغط لإنقاذ حياته. الشاب صغير السن اتخذ قرارا خاطئا بدافع الحماسة ولكن يبقى مواطنا مغربيا. هذا نداء للضغط لإنقاذ حياة إبراهيم سعدون، على الأقل إنقاذه من الإعدام. المرجو منكم مشاركة الفيديو. نشكركم على حسن المتابعة.